يعطيكم العافية، ورجعنا لكم بفيديو جديد من أخوكم البوب. استكمالا لسلسلة شورجيك يا أخوتي، اليوم حنحكي عن نقطة كتير مهمة اللي هي الجيكات. كيف نميز الجيك إذا كانت سلو ولا فاست؟ تمام. طيب يا أخوتي، يعني نورجيكم مثلا هيك يا أخوتي، هدول هلا هيك ما مبينين. هلا هيدي يعتبر فاست جيك، هيك البادي تاعي كيف. تمام، بيجي شافة واحدة، بينما هاي طلعوا كيف بيجي من ورا مبرومة. هادي سلو جيج، تمام، هادي اكشن تاعها سلو، لما بتنتع بتنزل هيك، هادي بتنزل عادي. فيك تشتغل عليها فاست جيج، فيك تشتغل عليها كاستنج، هادي كمان زد تولف حل عين، بينما هادي سلو اكشن تاعها سلو. شايفين كيف تجي منفوخة؟ طيب كمان اسا بنشرح لكم، مثلا هادي هيك، هادي مثل هيديك فاست جيج، هذا البادي الدراجر، هذا ريجولر فيك تعمل عليه كاست كمان، وفيك يعني هذا فيك تشتغل عليه شوي سلو، فيك تشتغل عليه فاست، هذا تمام. هذا البادي، هلا تعال نرجيكم هون، ليكو هذا نفس الشيء، نفس البادي، بينما هاي سلو وهيدي عادي ريجولر. ليش؟ في منهم بيجوا من هون مبلطحين هيك، شايفين كمان يجي من هون مبرومة من هون مسطة، بينما هيدي تجي مبرومة من الميلتين. هيدي بنشتغل عليها كيف ما بدنا، كاست ريجولر اللي هو، بينما هيدي الاكشن تاعها سلو. هاي ما فيك تشتغل عليها فاست، لو بتشتغل سلو كمان بتبين سمكة مضروبة، يعني بتنزل هيك الطاقة كله مركز من هون، بصير بتنزل من هيك هي ونازلة، بتبين سمكة مضروبة، بينما هيدي بتنزل عادي هيك. تمام، شفتوا كيف نميز بين جيج سلو والفاست؟ السلو بيكون من ميلة، شافوا من ميلة مبرومة، أو ما شرط تكون مبرومة، بس ما بكون البادي نفس شو اسمه الطاقة الموزع على الميلتين نفس الشيء، بيكون في ميلة مركز الطاقة أكثر من ميلة. شايفين لك هون هون مبرومة. تمام، يلا يعطيكم العافية والله يرزق الجميع.